تحت شعار تشجيع الإنتاج المحلي ودوره في التنمية، يستمر بازار المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية التي تنتجها الأرامل والمطلقات ومعيلات الأسر. أستفيد يعني أبيع الطقم بثلاثة أربعة، أحيانا في عروسة تقل عندي تشتي طقم كامل بخمسة وثلاثين ثلاثين، يعني بخمسة وعشرين على حسب استطاعته، كمان نساعد يعني. قصص نجاح تسردها المشتركات بعد تلقيهن التدريب والتأهيل العملي للإنتاج والبدء بالتسويق للمنتجات. زوجي مبتور القدم، ابتتر يعني من متضرر من الحرب، يعني بالحرب كان ماشي مش محارب ولا شيء، بس يعني كان يمشي بالشارع وقعت القذيفة اللي عنده شلت رجله من فوق الركبة، فبدأنا نفكر نحن ننتج عشان الدخل، لأنه كان كهربائي ودخلنا كان الحمد لله صرنا يعني مكفوفين اليد، فبدينا نفكر نحن نبدأ نقص شناط ونشتغل أنيهو. الحمد لله الآن ننتج الشناط ونقص والحمد لله، بس ما فيش معانا السيولة اللي تخلي احنا ننطلق بقوة، يعني نحن الآن بدأنا الحمد لله، يعني شوف الإنتاج حقنا يقول الكل، نحن كل الكل يتكلم يقول إنه مقارب للخارجي، يعني مرة يعني متقن، بس يعني ما فيش بيدنا احنا سيولة إن احنا ننطلق بقوة عشان نبدأ نعمل معمل ونشي مثلا نعزز المنتج اليمني. مشغولات وإنتاج ينافس المستورد ويتفوق عليه، أخرج أسرا كثيرة من الفقر لتعتمد على نفسها من خلال عمل يدها. وبهذا المعرض تتمكن النساء المنتجات من تسويق منتجاتهن والتعريف بها للمستهلك.